مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان ضمن هذه الشارة المقدمة من سعيد بن سهيل بن دليوي، وتحديات هذه الأشواط وهذه الأسماء المتعنية من كل حدب وصوب من أجل المشاركة ومن أجل الإثبات بأنها قادمة في بداية هذا الموسم، بداية مع انطلاقة المركز الأول شوطنا الخامس للإبكار، ومع بن رشيد مع الدكتور وسلمان بن علي بن سلطان. بن رشيد يأتي مع الشاهينية مع المركز الأول مع بداية هذا الشوط. المركز الثاني القادم أيضا شعار مميز وشعار أيضا يحمل التحدي والمنافسة، يحمل هذه الأسماء المميزة الجميلة مع هذا التحدي الرائع. أيضا شعار 147 نعم الحاضرة هي احتمال، يقدم لنا احتمال بهذه اللحظات خليفة بن عبد الله بن محمد الخاطري، ولكن وين الدكتور؟ وين الدكتور مع المركز الأول؟ راح بو سلمان وسلمان بن علي بن سلطان. بن رشيد يأتي مع انطلاقة الشاهينية، يأتي مع اندفاعة الشاهينية مع ال 400 متر الأخيرة مع المركز الأول، ولكن القادمة القادم شعار مميز وشعار يحمل التحدي وروح المنافسة سيدة، يقدمها محمد بن حمدون الأعويسي مع سيدة. ولكن وين يا الدكتور؟ وين إلى أبناء العوير؟ إلى أبناء العوير مع المركز الأول مع هذه الأمتار الأخيرة، وسلمان بن علي بن سلطان. بن رشيد سلام وسلام والتهنية موصولة لك يا دكتور، يا دكتور الأصايل، مشكور باسم الجمهور من قدم لنا الشاهنية سلمان بن علي بن سلطان. بن رشيد المركز الثاني، لمحمد بن حمدون العويسي المركز الثالث. أدعى لإدخال ليلة الخط والنهاية، التوقيت دقيقتين و12 ثانية يضاف إلى التوقيت الأفضل بالفعل، حيث كان مع الشاهنية أيضا المصبح بن سالم بن حلوكة، وتأتي الشاهنية بنفس التوقيت بالتوقيت الأفضل دقيقتين و12 ثانية. تهانينا والناموس لسلمان بن علي بن سلطان. بن رشيد تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وعلى انتزاع للمركز الأول للشاهنية.